قد ما بيهمني التشغيل وقدرة القوى البشرية على التشغيل، وأنا يعني اطمنت على وجود قوة بشرية، بس يهمني كمان شباب الأطباء يكونوا تدريبهم يكون تدريب مستمر. وإحنا أطلقنا برنامج للتدريب المستمر للأطباء، و يعني خلال الأسبوع الجاي إن شاء الله هيبقى فيه الموقع اللي هيقدروا يتواصلوا بيه علشان يقدموا على منح تدريبية في الخارج. شهر كل طبيب شهر في السنة، طالما هو بيشتغل في وزارة الصحة يبقى سنويا في شهر بس المنحة دي، هو اللي هيسعى ان هو يجيب فرصة التدريب في الخارج، ووزارة الصحة اللي هتدفع ثمن برنامج التدريب لمدة شهر سنويا. احنا قربنا نقفل اول 26 مليون ان شاء الله بنهاية اليوم، هنعمل حوالي 26 مليون مواطن يكون تم الكشف عليهم، وآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف بدأوا ياخدوا العلاج، وإحنا ما زلنا في المرحلة الثانية وممتدة المرحلة الثانية نهاية شهر 2. ومع التأمين الصحي بنعمل حملة المدارس الابتدائية في الأنيميا والتقزم والسمنة، عملنا في الترم الأولاني جزء في 27 محافظة، ومبارح دكتورة سهير عرضت علينا الخطة للترم الثاني علشان هنعمل مسح لحوالي 12 مليون طالب في الأمراض دي، ووفرنا لهم الحديد ووفرنا لهم هرمون النمو، ولازم يعني نطمن على الجيل اللي جاي. وقريب جدا هتشهدوا حملة للتوعية عن خطورة السمنة والأمراض غير السارية، لأن دي بتمثل 84% من أسباب الوفاة في مصر.